لو الحكاية فيها إن فيتو. متى علمت حضرتك بالتغيير الوزاري؟ متى علمت بالتغيير الوزاري؟ يعني ده بس ليه سؤال على فكرة، يعني بيسموه يعني مش valid قوي. ليه؟ لأن مش بالضرورة إن يكون مطلوب الإجابة الصريحة لكل من يهمه ولا يهمه الأمر. مش مطلوب الإجابة الصريحة. أنا حضرتك عرفت مين التلفزيون ولا جالك تليفون قبلها إن حضرتك باقي في مصر؟ لا، حقيقة التغيير الوزاري حدث، وأنا كنت مع دولة رئيس الوزراء في اجتماع، فيعني كنا موجودين في اجتماع في الخميس الماضي، يعني كان حدث تغيير واحنا يعني موجودين، كنا مجتمعين. الرسالة اللي دايما الرئيس السيسي بيخص بيها حضرتك كوزير للتموين. الرئيس السيسي مهتم جدا بكل تفاصيل حياة المواطن البسيط، وهو على تواصل دائم، مش بشخصي عشان الشخص، ولكن لكي يطمئن دائما من كل صغيرة وكبيرة تخص المواطن، لدرجة انه يعني يطمئن على تفاصيل التفاصيل لانها هامة جدا للمواطن. فهو دايما سؤاله على المواطن، وله يعني مجموعة اخرى من التساؤلات او المتابعات، وهي المستقبل. ايه المشاريع الجديدة؟ ايه الفكر الجديد؟ ايه التطوير اللي هيتعمل؟ فهو دائما معني بأمرين بنفس الدرجة من الأهمية: حل المشكلات العاجلة الحالة، وهي يعني ما يطلق عليه إطفاء حرائق، والاهتمام بالمواطن، وفي ذات الوقت التأسيس لدولة عصرية تنظر لمستقبل بمشروعات كبيرة ومشروعات هامة وأفكار مختلفة. فهو معني بالاثنين بنفس الدرجة وبنفس الأهمية. داخل الوزارة في كوادر إخوانية؟ كيس، بس انا ما شفتهمش. حضرتك بتستشعر ان في مافيا اخوان في السوق السوداء هي ممكن تكون بتسأل تعطيل السير عملك؟ خليني اقول لك حاجه، انا ما شفتش حاجه من اللي حضرتك بتقولها. انا بشوف الجوانب الايجابيه وبتحرك فيها، وتعلمت دايما ان النجاح يتطلب انك تشوف المسار السليم، مش تشوف المسارات غير السليمه. الناس بتعوق دائما عندما تلتفت لكل ما هو معوق وتستغرق فيه، وكل ما بتجد يعني كان في حكمة يعني بشرف النظر عن منطقها. كان بيسأل واحد من الربابنة، كان بيدخل إلى مرفأ، إلى ميناء، وبيقود سفينة، يعني قصة خيالية شوية، وبيقود سفينة بيدخل إلى ميناء. ميناء دي فيها عوائق كثيرة جدا، فقالوا له: انت ازاي بتعرف كل اماكن العوائق دي عشان تتفاداها وتوصل بامان الى المرفأ؟ قال لهم: انا ما اعرفش مكان ولا واحدة فيه، انا اعرف الطريق السليم بس وبمشي فيه. وده ربنا سبحانه وتعالى كمان بيتحدث عن الطريق المستقيم، وهو طريق واحد، وهو الطريق السليم. اما ما دون ذلك فهو كتير، ان اذا تعبت فيه ودورت عليه هترهق تدور على ده معاك ولا ضدك، وده بيعوقك ولا لا، وده بيكره ولا بيحب، وده تقعد بقى تنشغل بكل ده وهتنسى الهدف الرئيسي اللي انت رايحه. فانا من وجهة نظري ما شفتش الناس اللي حضرتك بتقول عليهم، لا في الوزارة ولا في القطاعات اللي بنتعامل معاها. انا شفت الناس الكويسة اللي بتنجح معايا وبتحقق نجاح، دول اللي انا شفتهم. جايز التانيين يكونوا موجودين، بس بعيد عن نطاق او قدرتي على بعد وسائل الاعلام. يعني لما انت ديوت وبيزا غير مينستر كنت هتعمل ازاي؟ يعني هو بيسال اسئله تدرعت لسؤال اصعب منه. كان انعكاس على دي، اعتبر تدريب نجاح معايا الوزير، ولا دي ممكن يصير الشكل ده بعد الوزاره، خاصه برضه الدكتور خالد حنفي ده بيبقى ولا وزاره الا هيدخل فيها. يعني حضرتك يعني النهارده بيمسك الخشب، الحمد لله بتمد ايدك لكل فكره غير التقليدي داخل الصندوق. يعني تعودت مع الغرف، تعود مع الكهرباء، مع الري، مع البيئه، مع منظومه المخلفات بالنسبه للسلع والخدمات. فكيف انعكس في حضرتك؟ ما اعرفش، هو وسائل الاعلام بتتحدث عن حاجات خياليه في ذهنها، تصورات ليس لها اي علاقه بالواقع وليس لها اصل، وقد يكون بعضها يعني ما اعرفش، مجرد ناس يعني بتحاول ان هي يعني لا 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 ما اقصدش وقيعه، ولكن هي اخبار بتشغل حيز في او مساحه في جريده او في موقع،
لابد من ملأها. وزي ما بنقول دايما عند الحديث عن الكلب اللي بيعض المواطن احسن من الحديث عن حديث عن المواطن اللي بيعض الكلب احسن من الحديث عن اخي. انت تسالني في دي واحد تغليف المخلوط الايه تغليف المخلوط بتاع الدره يعني ده ايضا زي اللمبات وزي الشركه القابضة ده امر بندرسه طرح قبل ان نبت فيه لابد ان احنا نطمئن هل ينفع ولا ما ينفعش. عشان اطمئن انه ينفع محتاج مراحل، اولا تجربه في المعمل نتاكد انه على مستوى المعمل ناجح، ثم تجربه على نطاق تجريبي بنسميه بايلوت بروجكت، ثم دراسه السوق واستفتاء المواطنين. انا مش بعمل منتج هيستخدمه 5-6، انا منتج هيستخدمه 90 مليون، فلازم اعمل استطلاع حقيقي للسوق، لان انا مش هاكل الناس على مزاجي، لازم الناس تكون متقبله هذا الامر. ثم دراسه امكانيه تعميمه، لان انت عايز تنتج وعايز تخلط ذره بقمح، يا ترى هتخلط في المطحن ولا في المخبز، ويا ترى المطحن عنده القدره على الخلط ولا لا، ويا ترى لو ده بسعر وده بسعر ازاي مش هينشأ اسواق. قصص تفصيليه كثيره جدا محتاجه دراسه وده بيدرس. هل في فكر الوزير ان المواطن يحصل على الدعم بالبصمه الصوتيه بس بعد الدول؟ انا ما اعرفش دول بيحصلوا بالبصمه الصوتيه، لكن الكروت اصلا، لكن خلينا ننتهي. انا بتصور ان ممكن بعد شويه الكارت ده هو اولا يكون ليه ريدر بشكل مختلف، وممكن بعد شويه يكون في حاجه اسمها الكترونيك بيرس. الكترونيك بيرس دي مايكرو شيب، بتكون المواطن بيبقى شيبت بشكل او باخر وبيبدا وكانها بالبصمه العاديه بيحصل على ده، وده يمنع اي نوع من التكرار ومن التلاعب وده امر وارد. يعني تكنولوجيا موجود، ما فيهوش معضله تكنولوجيه، لانه بيحتاج نوع من الشرائح الصغيره جدا وقارئ، نفس فكره القارئ اللي موجود، ولكن القارئ بيكون قارئ ضوئي. وممكن مرحليا الكارت ده بدل ما يكون كارت بالاحتكاك يكون كارت ضوئي، وممكن يبقى الشيب، لانه الكارت الضوئي انت بتشوف كروت كتيره الاسكانر اللي بتشوفها دي ده ضوئي، هو ده عباره عن ايه؟ عن شيب في كارت بتتقرا من قارئ عليه شاشه. الشيب دي ممكن هي نفسها تكون اصغر وتكون موجوده في الصبع ده مثلا وتتقرا على نفس القارئ ده حاجه موجوده ما فيهاش مشكله. دي امور كلها ممكنه، لكن كمان عايزين نطور ده الى انه يبقى، وده درسته مع بقى كبريات الشركات بتاعه كروت الائتمان، ان احنا بنتكلم في مليارات بتلف. طب لو ربطت ده، احنا ربطنا دلوقتي المواطن بالمخبز وبالبقال، ونربط البقال نربطه بمعنى لينك مش الربط بتاع ازاي هو ده، يتربط بعد كده بحسابات بنكيه، وبعدين يتربط بالموردين، وبعدين يتربط بالحاجات المستورده يعني الالبان القمح الكذا. يبقى اذا والمواطن هو بيروح يعمل كده في عند المخبز او عند بقال التموين، في اشارات الكترونيه بتروح لغايه الاعتماد المستندي اللي بيتفتح في اوروبا ولا في امريكا ولا في الصين ولا في اسيا. القصه دي لو دخلنا فيها بعض شركات الائتمان دي مليارات، ممكن نكسب منها احنا فلوس يستفيد بها المواطن. قصة معقدة ماليا، لكن حال اكتمال هذه المنظومة كده كلها على بعضها ممكن نروح للحتة دي، ويبدأ هو يعطي ائتمان للتصدير او الاستيراد في حتة معينة بضمان تدفق نقدي جاي من المواطن الغلبان اللي واقف عند الفرن بتاع العيش، لان ده وراه كذا مليار من الكاش فلو المضمون اللي بيتحرك. ده ممكن يسهل عمليات التجارة، يوفر في التبادل. دي قصص كلها فيها تشابكات، يعني وقت تاني نتكلم فيها. خطوات حضرتك محمودة وكل الشعب بيشكرك عليها، واحنا كلنا متلمسين والإعلام بيشيد بيك على فكرة، مش زي حضرتك ما بتهم خالص. آخر سؤال، لو نزل المواطنين في التحرير التظاهر وبيطلبوا بإقالة الوزير خالد حنفي؟ يعني صعب، بس لو حصل خلاص يعني مش هستنى لما ينزلوا يعني. بس هو يعني ما حصلتش، ان مش عشان خالد حنفي، ما حصلتش ان المواطنين ينزلوا يطالبوا باقاله وزير، يعني مش يعني مش امر وزير التموين في الوقت اللي احنا فيه ان يعني ما حصلتش. انا ما اعتقدش ان انا يعني ممكن اسمح لنفسي ان الناس تزعل لهذه الدرجه. انا اعتقد ان الحمد لله لحد كبير، وده يمكن
سبب من الاسباب الرئيسيه للواحد عنده طاقه وبيشتغل. يعني لما الواحد يحس كده يقرا كم مقاله في الجورنال ويبص على كم موقع في النت ويحس بالشعور ده بينزل الشارع. لما بنزل الشارع في المناطق الشعبيه اللي يمكن معظم حضراتكم ما بيروحهاش، بلاقي المواطن هناك اللي حضرتك بتتكلم عليه، بشوف رد فعله، بشوف كلامه، باخد الطاقه الايجابيه، والواحد بيشعر ان هو مجهوده حقيقي، مش مزيف، مش مزور، واصل للناس. طبعا الناس عايزه حاجات اكتر وليها حق، لكن واصل ما يحدث، واصل للناس، والناس شاعرين. ما اعتقدش ان انا حصل لهذه النقطه، لان قبل ما يصل اذا حدث ده هكون استشعرتها من المواطن اللي موجود في الشارع اللي انا بشوفه، اللي هو هيبقى زعلان مني مبدئيا قبل ما يصل لمرحله الصبر.